يعني تقول ذا مدي وذا مدي، مع ان ذا اطول من ذا او ذا ارفع من ذا. نعم العربيات والخيل حاليا مو زي العرب، يعني الخيل العربيه في مصر عربيه جزيريه في الخليج، وفي عربيه مصريه في عربيه بولش، فاسم عربيه لكن دخل فيها دماء. فتفاوت احجام الخيل العربيه حاليا مو زي تفاوت الاحجام بين العرب حاليا. زي مثلا لما تجيك عربي قاعد في اوروبا سنين فقط اسمه عربي، يمكن جسمه مقارنه بك ضخم جدا. ليش؟ لان الدم مو ذاك المضبوط مره، فاين اين الفكره؟ فاللي يصير انه اقصد بالبدي اللي بد خطوته، لا يشترط فيها طول المده الزايد، لا يشترط فيها الارتفاع، لا يشترط فيها الطول بالظهر. كل ما تحسنت دقه سميتها بدي، اذا قلت تناسقه، يعني اقول تناسقه ممتاز جدا نسميه مدي. قل تناسقه وصل جيد تقريبا مقبول وسمي ممسوس. يعني النقطة اللي تكلمت فيها الارتفاع مع الطول مع العرض، او الدائرة اللي تكلمت فيها القطاط مع الحارك، او الركبة مع الظهر، تناسقها مو بجيد مرة، فأصبح تقدير الإحصاء خلينا نقول جيد أو سيء، عفوا مقبول، وسميه ممسوس. زاد عدم التناسق صار مرة ضعيف سيء وسميه ضعيف. فمدي ممتاز أو جيد جدا، ممسوس جيد إلى مقبول، ضعيف سيء إلى سيء مقبول سيء مقبول. كلمة زاد التحسن كما صار أحسن، كلمة قل التحسن كما صار التناسق، زاد التناسق صار أحسن، كلمة قل التناسق صار أقل. التناسق أصلا فيه النقاط اللي تكلمت فيها قبل شوي، الارتفاع مع الطول مع العرض، الدائرة اللي ورا مع الدائرة اللي قدام، الظهر مع الحارك. المربوع، المربوع أقصد فيه الحصان الملموم، ما أقصده ملموم مو بقوي عضل معضل، لا أقصد تركيبة الحصان الجسمانية كلها، وكثير من الخيل العربية فيها لما يعني بشكل أو بآخر، حتى المدي العربي يكون فيه لما، تحس أن الحصان كأنه كورة، كأنه حصات، يعني قطعة كان ملمومة زي اللاعبين الكورة مارادونا مثلا، قصير لكنه يعني تحس قصره هو ميزته. فكيف اعرف؟ تحس انه يهبد هبد على الارض، ما يسبح سباحه طق طق، بس لانه ملموم خفيف، هذه الحركه اللي بتضر الخيل الاخرى ما تضره. زي القصير لما يجي يركض بسرعه ويضرب على الارض قوه، لو جاء الطويل سوى نفس الشيء يتعور وتعرض اصابات، لكن هذا بسبب لما جسمه خف جسمه يتحمل. هاي المربوع. فما اقصد فيه المربوع الحصان اللي مثلا بعض الناس يسمى المربوع يعني كيتش، مربوع يعني قصير، لا اقصد فيه يعني مربوع ميزه ولا سعيد. إذا كان تناسقه ممتاز أو جيد جدا تقريبا أسمي مربوع، إذا قل تناسقه تقدر تسميه صغير، يعني تناسق مجرد صغير لكن على غير سنتنا، مجرد حصان صغير لكن ما في تناسق، ما في تناسق جيد، أو ما في ميزة في تناسقه أو وضوح في جودة تناسقه. فكل ما زاد سميته مربوع، وكل ما قل تناسقه سميته صغير. القوي أقصد فيه الحصان القوي جسمانيا، في عضل وقوة جسمانية متناسقة، زي ما قلنا في المربوع المدي زاد التناسق سمينا كذا. القوي تناسق جيد سميه قوي، قوة عضلية جسمية فيستعمل القوة الجسمية. هذه القوة لو الخيل الأخرى سويتها المدي سواها ما يتحمل، أو المربوع ما سواها ما يتحمل، الجسمية مو بقوي زيه، لأنه هذا قوي. تناسقه ممتاز جيد جدا يسمى قوي، قل تناسقه أسميه ثقيل، في ضخامة لكن تحس بعدم تناسق. تناسق سيء مرة وسميه ضخم، صار ضخم بس ما في أي تناسق، تحس حارك ما له دخل بالقطاعات ما له دخل بالكتف. فمدي مربوع قوي، مدي إذا شان سمي ممسوس، شان سميته ضعيف، مربوع إذا شان سميته صغير، قوي إذا شان سميته ثقيل، شان سميته ضخم. شان أقصد فيها التناسق اللي تكلمت عنه، تناسق الارتفاع مع الطول مع العرض، أو تناسق الدائرة الخلفية مع الدائرة الأمامية، وتناسق الظهر مع الرقبة في خلل. والخلل درجات، ممكن يكون في كل شيء، ممكن يكون في بعض الأشياء، ممكن يكون بس بشيء واحد وهكذا. طبعا مهما كان مميز يبقى له حد، يبقى في عيب، بس قصدي إلى حد ما كل ما تحسنت الدقة في التناسق كل ما كان الموضوع بالعكس صحيح. فهذا رأيي موضوع القطع والتراكيب. التسميات لا تركز فيها، ركز بالفكرة. التسميات عبارة عن أشياء أنا واضعها فقط أكثر ولا أقل. ركز بالفكرة، الأداء هو الأساس. الآن النقطة الأخيرة عشان ما أنساها زين ذكرتها، أنا قلت إذا تساوم صعب، بس لو تساوم من جميع النواحي، جبت لي أحسن مدي، يعني أحسن درجة في المدي، وأحسن درجة في القوي، وأحسن درجة في المربوع، يعني على سبيل المثال جبت لي لاعب طويل متناسق تناسق مثالي، ولاعب قصير متناسق تناسق مثالي، ولاعب قوي ضخم متناسق تناسق مثالي، كل واحد أحسن في غرض. كل ما كانت المسافة طويلة سواء مسباق السرعة، يعني مثلا 3 كيلو أو 3 كيلو ونص فرضا،
أو سباق التحمل فوق 140 فوق 120 دائما المدي هو الأفضل، لأن المدي يسبح سباحة ما يهبد هبد، المربوع مع يستعمل السرعة الحركية يعني طالت المسافة تعب ولا عنده طول خطوة، القوي قوي جسميا بس طالت المسافة برضه يتعب بسبب ثقل جسمه، فالمدي يتميز. كل ما كان الموضوع في طلعات ونزلات المربوع أحسن لأنه قصير، لكن تلاحظ التتار والمغول لما ركبوا الخيل حقتهم ورفضوا يركبوا الخيل العربية كذلك الخيل الأسلندية مع أن الاسكتلندي أو الأيرلندي ضخم شخص جثة، ليش يركبون الخيل القصير اللي بيطلعون جبال؟ كذلك الحمار لما يطلع في الجبال في أفغانستان وغيرها لأنه يتحمل النهر العربي والوعل وغيره، إذا كان المخلوق طويل ما يصلح في الجبل أبدا لارتفاع، فالطلعات والنزلات المربوع أفضل شيء فيها. القوي إذا كان الشيء يتطلب قوة عضلية، يعني خلينا نقول سباق التحمل من 190 120 يتطلب قوة عضلية، المربوع ما يكرش يستمر المدي والقوي، لكن إذا زادت مرة أصبح المدي أفضل. كذلك الأشياء اللي تتطلب فيها قوة، مثلا شخص ثقيل تبغى تركبه على حصان القوي أحسن له، جر العربات مثلا برا القوي أفضل له أقوى، الاقتحام تبغى اختراق ما تبغى كرفور تبغى اقتحام والدعس اللي قدامك تدعيس القوي أفضل، فكل حصان له غرضه. إذا جبت أحسن حصان مني وأحسن مربوع أحسن، شرط أنهم يتساوون من جميع النواحي، نفس التغذية نفس الصحة نفس الدم نفس التركيب نفس التدريب نفس كل شيء، اللهم ذا مدي ذا مربوع ذا قوي، تلاحظ كل واحد أحسن من الثاني في شيء معين، فيعتمد على غرضك، هذه أهم نقطة. طيب بالنسبة للخيال وش أحسن؟ أبسط ما تصور، أنت مدي أحسن لك المدي، أنت مربوع أحسن لك المربوع، أنت قوي أحسن لك القوي. إذا حصلت على أحسن مربوع أو أحسن مدي أو أحسن قوي، يعني أنت طويل أفضل لك المدي، أنت فيك قصر ولما تسم أحسن لك المربوع، أنت فيك ضخامة جسم أحسن لك القوي، ولكن لو أنت كنت تفضل المدي فرضا طويل فتفضل المدي، بس جبت لك مدي كتش هو متناسق وجبت لك مربوع متناسق تأخذ مربوع، وجبت لك قوي متناسق تأخذ قوي وهكذا. فاللي يصير لو جبت للشخص أحسن مدي وأحسن مربوع وأحسن قوي، وش مفروض يختار؟ يختار الحصان اللي أقرب لتركيبته، فالقوي يختار القوي والطويل يختار المدي والملموم أو القصير يختار المربوع إن حصل، لكن عادة ما يحصل الشيء. هذا رأيي في موضوع التراكيب والقطع وضعها بالصواب، أعيد وأكرر التسميات ما عليك منها، عليك من الفكرة، التسميات عبارة عن أشياء أنا واضعها لا أكثر ولا أقل. الموضوع طبعا قبل الأخذ والرد أنا رأيي، بس أنا شخصيا أراه واقع لأني أنا أراه، لكن صعب أنك توريه الناس فهم لهم رأيهم. أتكلم فيه من ناحية التناسق الحسي اللغوي اللي أنا أشوفه في الفعل، وما له علاقة بالتناسق اللي موجود في الطرق الأخرى مثلا بس باقي السرعة والتحمل الآخر لأنهم قياسهم الخاص. هذا شرح التراكيب والقطع اللي أنا أشرحها اللي أنا أقصدها، يعني ردا على سؤال شرحي للمدي القوي المربوع، هذه التسميات غير موجودة أصلا عند الخيل بالشكل هذا بالتسلسل، هذا عبارة عن شيء أنا واضح لا أكثر ولا أقل. فهذا إجابة عن السؤال هذا اللي وصلت قد تكلمت عنه بس يمكن مقطع قديم شوي، القطع والتراكيب، وبرضه بسمي المقطع هذا Arabian Riding شرح القطع والتراكيب. وأنا مستوعب.